موعد مباراة الإكوادور القادمة ضد السنغال في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة. يلتقي منتخب الإكوادور بنظيره السنغال في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022. كان منتخب الإكوادور قد تعادل في مباراة الجولة الثانية أمام هولندا بهدف لكل فريق. السنغال أحيا حظوظه في التأهل للدور المقبل بعد الانتصار على قطر في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن تلقى خسارة في الجولة الأولى أمام هولندا بهدفين دون رد. السنغال يخوض اللقاء وفي جعبته 3 نقاط يتنافس بها على التأهل للدور الثاني، ويتعين عليه تحقيق الفوز من أجل ضمان الوصول إلى دور 16. أما الإكوادور فستدخل اللقاء بفوز على قطر في اللقاء الافتتاحي لمونديال العالم برصيد 3 نقاط، وينتظر مواجهته أمام هولندا مساء يوم الجمعة. تقام مباراة الإكوادور ضد السنغال في كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء 29 من نوفمبر 2022 في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب، والساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات. تلعب مباراة الإكوادور ضد السنغال في كأس العالم على استاد خليفة الدولي، وتنقل مباراة الإكوادور ضد السنغال في كأس العالم 2022 عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس والكاس الرياضية. موعد مباراة هولندا القادمة ضد قطر في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة. تعرف على موعد مباراة هولندا المقبلة ضد قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة على أراضي العنابي لأول مرة في دولة عربية. يلتقي منتخب هولندا بنظيره قطر في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022. كان المنتخب الهولندي قد تعادل مع الإكوادور في مباراة الجولة الثانية بهدف في كل شبكة. تقام بطولة كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل. أما عن موعد مباراة هولندا ضد قطر في كأس العالم 2022 سيكون مساء الثلاثاء 29 من نوفمبر 2022. تنطلق مباراة هولندا ضد قطر في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب، والخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات. تلعب مباراة هولندا ضد قطر في كأس العالم على ملعب البيت، وتنقل مباراة هولندا ضد قطر في كأس العالم 2022 على قنوات بي إن سبورتس وخصوصا باقة بي إن سبورتس ماكس اتش دي وقنوات الكأس الرياضية. موعد مباراة إيران القادمة ضد أمريكا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة. تعرف على موعد مباراة إيران القادمة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل. يلتقي منتخب إيران بنظيره أمريكا في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022. تمكن منتخب إيران من تحقيق الفوز على منافسه ويلز بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دور المجموعات في مباراة شهدت الكثير من الفرص الضائعة لأبناء المدير الفني كارلوس كيروش قبل تسجيل الأهداف في الوقت بدل الضائع. احتل إيران المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف إنجلترا المتصدر. تنطلق مباراة إيران القادمة ضد أمريكا في كأس العالم 2022 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، والساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات. تلعب مباراة إيران القادمة ضد أمريكا على ملعب الثمامة. أما عن القنوات الناقلة للمباراة فهي بي إن سبورتس 2FR وبي إن سبورتس كونكت وتطبيق تود بي إن سبورتس وخدمة بي إن كونكت. موعد مباراة إنجلترا وويلز في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة. تعرف على موعد مباراة إنجلترا وويلز في كأس العالم 2022 والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. يسعى المنتخب الإنجليزي لتجاوز أحزانه بالتعادل مع أمريكا خلال الجولة الماضية حتى يتجنب أي حسابات معقدة، لا سيما وأنه يمتلك 4 نقاط في مجموعة ولم يقصى منها كذلك أي منتخب، ويمتلك رفاق هاري كين فرصة كبيرة في التأهل حتى في
في حال الخسارة على يد ويلز، وذلك بميزة فارق الأهداف. تقام مباراة إنجلترا وويلز في كأس العالم 2022 مساء يوم الثلاثاء 29 من نوفمبر على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات. وتنطلق مباراة إنجلترا أمام ويلز في كأس العالم 2022 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، والساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات. تنقل مباراة إنجلترا وويلز في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس العالم على قنوات بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات المونديال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتداع مباراة إنجلترا وويلز على قناة بي إن سبورت HD1 ماكس وقناة الكاس إكسترا 1 HD، كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة على تطبيق تود وخدمة بي إن كونكت.